ولسه بنتكلم على سفر البنات في الخارج للتعليم، هو لا هو عيب ولا هو حرام، ولا هي فكرة حديثة، ولا أصل الموضة الجديدة اليومين دول إن بيسفروا بناتهم برا، لا أصل في حاجة غريبة بتحصل، هي لا غريبة ولا حديثة، من قديم الأزل من سنين السنين والبنات المصرية بتطلع تتعلم في الخارج ولوحديها. تاريخ مصر فيه ستات مصرية علامات في مصر، الوزيرة والسفيرة والدكتورة وعالمة الذرة، تفوقوا وأصبحوا شخصيات مؤثرة في مصر. هنشوف دلوقتي من أشهر الشخصيات المصرية اللي اتعلموا برا ورجعوا لنا من أعظم الشخصيات اللي أثروا في بلدنا. تعالوا نشوف مع بعض. في تاريخ مصر كانت البنات سباقة للحصول على فرصة التعليم برا والخروج للعالم والحصول على أعلى الدرجات العلمية، ومنهم الدكتورة سميرة موسى، أول عالمة ذرة، واللي سافرت لإنجلترا وحصلت من هناك على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري. وعندنا كمان الدكتورة حكمة أبو زيد، وهي أول سيدة تتولى منصب وزيرة، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة سانت أندروز بسكوتلندا، وكذلك حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا. كذلك الدكتورة عائشة راتب، وهي أول سيدة تشغل منصب سفيرة، سافرت إلى باريس لاستكمال تعليمها وحصلت على الدكتوراه في القانون العام. تماضر توفيق، أول مذيعة بالتلفزيون المصري، سافرت للولايات المتحدة الأمريكية في بعثتين. السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، نالت الماجستير من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية. الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، حصلت على بكالوريوس العلوم الإنسانية من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة، وحصلت على ماجستير العلوم الإنسانية من نفس الجامعة. السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحصلت على ماجستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا. أيضاً الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللي حصلت على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك. والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، استكملت دراستها في الخارج وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي في سياتل. وما زالت القائمة مفتوحة، وكل يوم يضاف ليها اسم جديد في مجال وتخصص مختلف.